السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة وفي فيديو جديد. ان شاء الله الفيديو ديال اليوم غادي يكون اشتراك بيني وبين واحد الشخص مفاجأة كاين في الفيديو. انا درت المرحلة الاولى ديال الوصفة وهو كمل المراحل الاخرين. كنتمنى انها تعجبكم، وكنظن راكم قريتوا في العنوان وعرفتوا اننا الوصفة ديال اليوم هي المدفونة اللي كتجي بنينة، وكنصح اي واحد يجربها. ونخليكم مع الفيديو. بالنسبه للمقادير ديال العجينه، كيف كتشوفوا عندي هنا، عندي 250 غرام ديال الفورس، دقيق الفورس، وعندي 250 غرام ديال الفينو. بالنسبه اللي بغى يستعمل الفورس مع شويه ديال مخلط مع شويه ديال الدقيق الكامل مع الطحين ديال الزرع، حتى هو كيجي زوين. المهم على حسب الخبز ديالكم اليومي اللي كتصاوبوا. المهم انا غادي نديرو اليوم بشويه ديال الفورس وشويه ديال الفينو، نص نص، عندي رابعه رابعه. غادي نزيد عليهم معلقه كبيره ديال السنيده باش كتعطيني اللون، راكم عارفين كتعاون الخبز باش كيجي باش كيخمر. ومعلقه كبيره ديال الزيت النباتيه، اللي بغى يدير زيت الزيتون يديرو، ومعلقه كبيره ديال الزيت تقريبا هاد القياس هذا. المهم الملحه كتبقى على حسابكم نتوما. زيد واحد شويه ديال الملحه، واخيرا عندي معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، ندير معلقه صغيره، نحاول نديرها فوق السكر. الملحه الصراحه اللي بغى يديرها حتى من بعد يديرها، يباش يديرها من الاول. صافي، هادو هما المقادير ديال العجينه عاديه ديال الخبز. صافي دابا غادي ندوزو نعجنو بالماء يكون دافي شويه. صافي كيف كتشوفون معايا العجينه كيجي هو هذا القوام ديالها، هي مرخوفه ولكن ما كتلصقش في اليدين كيف كتشوفوا. صافي دابا غادي نخليها نيت في هذا البول، هذا غادي نغطيها وغادي نخليها تخمر. ما عرفتش واش حتى نتوما كديروها الطريقه ولا لا. ملي كنبغي نخلي العجينه في البول باش ما تلصقش ليا ملي نبغي نحيدو، كندير واحد القطيره ديال الزيت في يدي بحال هكا، هاد العجينه بواحد القطيره ديال الزيت باش ملي نبغي نحيدها من بعد من البول ما تلصقش ليا. صافي على هذا الشكل. صافي دابا غادي نغطيها صافي ونخليوها تخمر على خاطرها في هذا الوقت. هذا حنا غادي نمشيو باش غادي نوجدوا الحشوه ديال هاد المدفونه. بالنسبه للعماره ولا الحشوه ولا سميوها كيف بغيتي تسميوها، المهم غادي تاخذوا واحد تقريبا عندي هنا شي 400 غرام ديال اللحم، طريفات ديال الهبره، ومقطعين رقيقين بزاف. غادي تزيدوا عليهم واحد الكميه مهمه ديال البصله، واحد ثلاثه ديال البصلات تقريبا. بالنسبه للعطريه في الصراحه هاد الوصفه هذه كل واحد كيزيد وكينقص شي حاجه من العطريه. المهم انا غادي نقول لكم غير شنو درت انا، شنو درنا فيها حنا. درنا فيها شويه ديال الكمون تقريبا معلقه صغيره، ومعلقه صغيره ديال التحميره، تقريبا نص معلقه ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، وشويه ديال الخرقوم. كاين واحد العطريه كتباع خصيصا ديالها، ما عقلتش على ديك السميه كي كيقولوا ليها، ولكن ما كتباعش عندنا حنا، كتباع غير في الريصاني، هذيك اللي مثل الريصاني نجيبها لينا. وهاك شويه ديال الربيع مقطع. صافي هادو هما العطريه اللي كاينه، ضروري شويه ديال المليحه باش كنبننوا ضروري، واللي باغ حتى شويه ديال الحار ضروري كي راكم عارفين الحار كيبنن. انا حيت عندي دراري صغار ما كنديرش الحار. صافي شويه ديال زيت الزيتون، اللي عنده الشحمه ديال الكلاوي يقطعها رقيقه ويديرها، هذيك راه حتى هي من حوايج ضروريين في هاد المدفونه، ولكن انا ما عنديش، ما تصادفاتش عندي الشحمه
ولكن اللي عنده يديرها راه كتعطي واحد النتيجه زوينه كتبنن. صافي كتخلطو مزيان هذوك المقادير كلهم كتخلطوهم مزيان مزيان عجنوهم النيت. وهنا عندكم الاختيار، الا بغيتوا البيض مسلوق حتى كديروا هذاك اللحم فوق العجينه وعاد كتزيدوا فوق منه هكا البيض مقطع فوق منه، سينو الا بغيتوا ديروا بحال هذه الطريقه هذه كتقطعوه كتقطعوا شويه كتخلطوه مع الحشوه والاخر كتحطوه من الفوق من بعد. المهم كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه للكميات راه كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد، داكشي انا ما حكرتش لكم هنا في الكميات. بحال هنا قطعنا حنا جوج ديال البيضات في الداخل في مع الحشوه غادي يداروا، ومن بعد غادي نزيدوا عاوتاني من الفوق شي بيضه ولا جوج من الفوق. ودابا غادي ندوزوا للعجينه ديالنا بعد ما خمرات مزيان مزيان. صافي غادي ناخذوها غادي نقسموها على جوج، وحاولوا ديروا وحده تكون كبيره شويه على الاخرى حيت هذيك اللي لتحت بما ان غادي تكون فوق منها الحشوه فضروري خاصها تكون شويه غليظه، غير شويه غليظه على الطبقه الفوقانيه اللي غادي تغطي باش ما تفزقش لينا وتقطع لينا العجينه ولا تتقب لينا، خاصها تكون شويه كبر من الفوقانيه. المهم راكم فهمتوني، ديروا كره تكون كبيره شويه على الاخرى وصافي. صافي غادي تقرصوها العادي التقراص ديال الخبز ديالكم راكم عارفين، غير نتوما ما تخليوهاش غليظه بزاف باش ما يجيناش لداخل غير الخبز بحال هكا. حاولوا المهم تقراص راكم عارفين مويان يكون باش تشد لينا الحشوه وفي نفس الوقت باش تجينا ما تجيناش غليظه بزاف. صافي مباشره كنحطوا هذيك الخبزه فوق الطاوه وكنوجدوا حتى القريصه الاخرى كنقرصوها باش مباشره من بعد ما كنديروا الحشوه صافي كنغطيوها. كيف كتشوفوا معايا الحشوه خاصها تكون كثيره، ما تكونش يعني غير هكا غير الحيسه، تكون زعما نحاولوا نديروا طبقه تكون شويه عريضه ونوزعوها على الخبيزه كامله، نخليو غير الحريف اللي في الجنب صافي اللي ما نديروش فيه. حاولوا توصلوا الحشوه حتى شويه قربوها للجناب باش ما تجيكمش هذوك الجناب ديال الخبيزه كامل اللي طيب يجيوكم خاويين تلقاو عمرك غير بالبابه لداخل والحشوه كاينه غير الوسط. حاولوا توزعوها وانتم ديك الساعه ملي غادي تبغيو تسدوا الخبزه ديالكم غادي تطرقوا لهذوك الجناب مزيان باش بقى الحشوه تكون قريبه ما تخرجش لكم. واهم حاجه حاولوا هذيك الطبقه ديال الحشوه تكون مقاده تكون مستويه، ما تكونش بلاصه عامره بزاف وبلاصه خاويه باش حتى في الطياب يطيب لينا مقاده، حيت الا كانت شي بلاصه عامره بزاف وشي بلاصه خاويه تقدر ما طيبش لينا مزيان وبقى لنا داك اللحم خضر لداخل وهذيك هي الكارثه اللي ممكن تطرى لينا. وصافي واخيرا كيف قلت لكم خلينا هكا شويه ديال البيض ديروه من الفوق، كاين اللي كيدير البيض كامل كيستفو غير هكا فوق من الطبقه ديال اللحم، سينو كيف قلت لكم تقدروا ديروا شويه لداخل مع الحشوه مخلط وشويه تخليوه ديروه من الفوق. من بعد ما كملنا الحشوه ديالنا كامله كيف شفتوا معايا درنا هذيك الطبقه الفوقانيه ديال الخبيزه الفوقانيه، كيف قلت لكم راه كتقرصوها رقيقه ما كتخليوهاش غليظه بزاف. صافي وكتبقاو كطرقوها هكا من الجنيبات كيف كتشوفوا على هذه الطريقه هذه، حاولوا عطيوها الخاطر في هذه المرحله هذه باش تتاكدوا انكم سديتوا الجنيبات كاملين باش ماشي تخرج لينا داك الحشوه ولا يخرج لينا داك الليدام ديالها ولا شي حاجه، واخا ما تخرجش الحشوه يقدر يخرج غير الليدام وهذاك الليدام هو اللي عليه العمده حنا اللي معولين عليه يبن لينا ويرطب لينا هذيك الخبيزه. مو تاكدوا انكم سديتوها مزيان مزيان وديك الساعه عاودوا قرصوها قادوها باش في نفس الوقت كتقادوا الحشوه وفي نفس الوقت كتطرقوها، ما عرفتش كيفاش كانت مدوره ولات مستطيله نتوما كتشوفوا هذا العجب. المهم حنا حيت حاولنا نرققوها باش ما تجيش غليظه بزاف كيف قلت لكم. صافي غادي نغطيوها وغادي نخليوها تعاود تخمر.
صافي الخبيزه ديالي ها هي خمرات كيف كتشوفوا معايا. صافي دابا غادي ندخلها للفران، ديجا مسخناه طياب العادي ديال الخبز، غادي نطيبها طياب عادي، ما تشوفوا لكم الطين ولا من فوق ولا من تحت. المهم نتوما شوفوا الفران ديالكم كيفاش كتمولفين كطيبوا الخبز ديالكم وطيبوه. المدفونه ديالنا هي وجدات، ما نعاودش لكم، ما شهيتكم سمحوا لي، ولكن الريحه لا تقاوم. ويا عرفتي واحد الريحه طالعه منها غزاله غزاله بزاف. ايوا دابا هي راه باقا طايبه سخونه بزاف، ولكن خاصنا ضروري نقطعوها باش نوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل. نتوما راه عارفين الشكل ديالها، ونوريكم المهم هذا الاقتراح هذا اللي درنا لكم اليوم كيفاش كيجي. لا كنت نتمنى ان اللي ما عمره ما جرب المدفونه يجربها، الصراحه ما كتحتاجش مجهود بزاف كيف شفتوا، ولكن راه كتجي غزاله وكتجي بنينه 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 كيف كتشوفوا. نتوما نوريوها لكم من الداخل كيفاش كتجي. ديك الحشوه كتجي معيلكه، وكيف قلت لكم اللي عنده الشحمه ديال الكلاوي يديرها راه حتى بحق قطعوها رقيقه باش ماشي ما تذوبش لكم يجيكم الطروف هكاك في فمكم، ولا حكوها تقدروا حتى تحكوها بحال اللي كنديروا في الرغايف كتجي زوينه. والمهم هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى ان الوصفه ديال الشاف اليوم تكون عجباتكم وتشجعوه باش يبقى ديما يدخل يدير لكم الوصفات ديالو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون كان خفيف ظريف عليكم، وانكم تجربوا هذه الوصفه وتقولوا لي كيفاش جاتكم، وكنت نقول لكم السلام عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. بالسلامه.